للمباراة النهائية لكأس نجوم قطر. التشتيت يأتي كذلك الكرة إلى خارج الملعب وفي لاعب ساقط على أرض الملعب. أوه نيناه يطرد، نيناه يطرد إذن، والغرافة هو الآخر بعشرة لاعبين في مباراة. أعتقد بيكون عليها عقوبة، بيكون عليها عقوبة صارمة، بيكون عليها عقوبة صارمة يا نيناه، بيكون عليها عقوبة صارمة. شاهد شاهد الحين تدخل حتى خرج معركة في ملعب المباراة. هذا ما يحدث في ملعب المباراة في كأس نجوم قطر. بكل أسف بكل حزن ما حدث، ما حدث من نيناه للأمانة يستحق عليه الإيقاف ويستحق عليه كذلك الكثير. العقوبة والإيقاف يجب أن يتخذ الاتحاد القطري ونادي الغرافة قرارا صارما بحق اللاعب نيناه. هو لاعب محترف يفترض أن لا يعمل ما عمله بأن يضرب لاعب كان معطيه ظهره يوجه لكمة بالرأس للاعب حتى خرجه. لا يعقل هذا الأمر على الإطلاق. لاعب محترف من بدأ بالأمر هو نيناه، وما وصل بعد ذلك الأمر يعني أمر حقيقة لا نرغب ولا نتمنى نشاهده في عالم كرة القدم. شاهد شاهد، شوف نيناه، شوف نيناه، شوف نيناه، شوف نيناه، شوف نيناه، شوف نيناه. هذا ما عمل. أعتقد بأن مراقب الحكام ومراقب المباراة بيكون له رأي، بيكون له رأي. لكن فهد جابر ما انتبه على اللقطة، ما أعتقد أنه انتبه على اللقطة الماضية. شوف ما الذي حدث بعد ذلك. هذه مو كرة قدم، هذه مش كرة قدم، ولا نتمنى أن يحدث هذا الأمر من مباراة كرة قدم إلى عشوائية وإلى